Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais entamer le chapitre qui a relation avec les facteurs édaphiques par rapport au niveau du tronc commun, les éléments turbaux et la relation avec le cosmos des vivants. Le cours, on va essayer de faire au maximum car il repose sur la compréhension par rapport à l'apprentissage. Il faut au moins tu fasses quelque chose, mais qui est basé sur le raisonnement scientifique. Donc la première partie, elle a relation avec les constitutions du sol, c'est-à-dire les composants du sol. D'après les études, d'après les expériences qui ont été faites au cours, on a remarqué que le sol est constitué de trois parties, ou bien qu'on peut considérer comme quatre parties. À la première, à la deuxième, à la troisième ou à la quatrième. Il est constitué d'une partie qui veut dire partie qui est solide, c'est-à-dire le partie du sol. D'accord, ou qui est couronné de la partie qui veut dire gazeuse, yani juz rési, ou qui est couronné de la partie qui veut dire partie liquide, yani juz sail, et finalement qui est couronné de la partie qui veut dire partie vivante. اللي هي جزء حي. داكور غنبداو حاجه بحاجه باش نفهموا لا ديفيرونس ما بين هاد كاع لي كونستيتيو. المهم من كنقول لك جزء صلب يعني او بيان اون بارتي سوليد سا فودير اون بارل دي زيليمون كي لي كونستيتيو اللي كنشوفوهم ديما اللي هما لي بارتيكول غرانولير او بيان غرانولوميتريك بلوتو يعني دوك الجزيئات الحبيبيه بحالاش مثلا بحال مثلا لو صابل كنسمعوا الرمله الى اخره التربه كتكون ديما من الرمله ايه بحالاش هذوك لي زيليمون كنعتبرهم دي زيليمون مينيرو يعني عناصر عناصر نقدروا نقولوا الحبيبيه اللي غنشوفوهم دابا لي زيليمون غرانولوميتريك يعني هذوك لي صغير هذوك الجزيئات هذيك هي لا بارتي سوليد لا بارتي غازوز هو داك لير اللي كيدوز اترافير لي بور يعني هذاك الهواء ويعني الغازات اللي كيدوزوا عبر المسام ديال التربه هذيك كنعتبرها هي لا بارتي غازوز سي كلير سو كي كونسير لا بارتي ليكيد هو لو الماء الماء ديما كنلقاوه في لو سول يعني في لا بلوبار دي كا لو اي امبورطون يعني في لو اي امبورطون يعني في لا بريزونس ديالو او نيفو دو سول علاش حيت سي اون سورس دو في سي اون سورس دو نقدروا نعتبروها هي لي ليمون اللي خاصو ضروري تكون في لو سول باش يلاه تساهم يعني في لو روندمون اغريكول اي اوسي لا سورفي ديال لي زيتر فيفون كي فيف او نيفو دو سول سي كلير دونك نقدر نجي هنايا نقول لكم لو بلس لي سيل مينيرو ضروري هادي يعني الماء زائد الاملاح المعدنيه وهاد الاملاح المعدنيه هي خاصنا نعرفوا لوريجين ديالها منين كتجي والجزء حي هما لي زيتر فيفون كي فيف دون لو سول لي زيتر فيفون الكائنات الحيه غالبا كتكون مجهريه ولا كتكون بحال لي زانسيكت داكور اللي كنسميوهم وبيا كنجمعوهم كاملين في واحد لو تيرم اللي كيتسمى لا فون دو سول لا فون او بيان لا فلور دو سول يعني فونا والفلوره ديال التربه وهادشي غنطاميوه اون ديتاي يعني فلوكو نجيو لدوزيام بارتي اللي عندها علاقه بلي زيليمون غرانولوميتريك داكور يعني باش نفهموا هاد لا بارتي هادو ساهلين بارفوا كنقولوا هنايا مثلا غازو راه كيما قلنا لا جزء حي نجيو لدوزيام بارتي اللي عندها علاقه باش بليتود غرانولوميتريك ديال لي بارتيكول دو سول يعني الجزيئات ديال التربه خاصنا نعرفوا مناش كتكون هادي مثلا الماء والاملاح المعدنيه او العناصر المذابه اللي كتكون يعني لي زيليمون ديسو اللي كيكون في لو سول نقدروا نعطيوها ليتود باغ لا سويت يعني من بعد غنديروا ليتود ديال ليطا دو لو دون لو سول يعني الحالات ديال الماء في التربه كيفاش كيكون داكوغ عندها تخوا اسبي اون فالي فواغ او بيان لي تريتي باغ لا سويت هنايا خاصنا نربطوا لا غولاسيون ديال لا بارتي فيفونت يعني لي زيتر فيفون باغابوغ ا لا بارتي ليكيد اي ا لا بارتي سوليد اما لي زيليمون غازور راه سان غيان افواغ حيت غير لوكسيجين او بيان سي او 2 غندير واحد بتيت اكسبيريونس باش نمونطريو بان لي زيتر فيفون سون لوكاليزي او بيان فيف دون لو سول يعني كيفاش غنعرفوها On a fait par la respiration. Il y a une chose qui expire ou inspire l'air. On va traiter ça
par la suite. Donc, قبل ما نونطامي وهذا الشيء غنشوفوا هذه البارتي اللي عندها علاقه بليتود غالينومتريك غنمسح هذا الشيء. سو كي كونسير ليتود ديال لي بارتيكول دو سول, اول حاجه خاصنا نعرفوا شنو هو لو فاكتور او بيان ليليمون اللي غنعتمدوا عليه باش نصنفوا هذه لي بارتيكول. غالبا كيكون هو ديامتر, يعني القد, القد ديال الحبيبات. دونك دابري لي ايتود قال لك السيدي بان اصغر بارتيكول في لو سول هو اش. اول حاجه نكتبوا ليتود غرانيلومتريك لو ميتريك دو سول دراسة اش, دراسة العناصر الحبيبية للتربة. احنا عارفين بان اصغر اليمون في السول اشنا هو, اصغر اليمون هو لارجيل. كنقول لك لارجيل كندوي على ياش, كندوي على الطين. لي ديامتر ديالهم سي با اوبليغاتوار بانك تحفظهم, المهم خاصك تعقل على غير على اصغر اليمون. ها هو لو بروميير اللي هو لارجيل. من بعد اش كيجي؟ كيجي لو ليمون. ليمون هو طمي كيكون انترميديير بارابور ا لارجيل اي لو سابل. راه كل واحد في هادو الرمل, كل واحد في هادو فيه دو تيب, يعني مره كنلقاو هادي مره كنلقاو هادي. يعني كنلقاو مثلا صابل فان, صابل غروسيي الى اخره الى اخره. يعني حنا غناخذو غير كلمه منظور عام. دونك قلنا لارجيل هو لو بلو فان, هذا نقدروا نعتبره بلو غروسيي بلو زو موان, حيت الديامتر ديالو كيكون كبر من هادو بجوج. الطين هو اصغر واحد, يعني اصغر واحد هو هذا. وكنبقاو غاديين هنا كيقول لك مثلا الكالي, الكرافيي, ليكيو الى اخره. يعني هنايا الحصى, الجلاميد, وهادشي باقي تابعكم الشرفه في اولى باك. داكوغ, مشينا هنا بواحد لورد. كيفاش داير؟ مشينا بواحد لورد كرواسون. من كنقول لك كرواسون دو بلو بتي فيغ لو بلو غرو, غنديرو غرو من الاحسن, يعني من الاصغر نحو الاكبر. الترتيب كيفاش داير؟ تزايدي. ادبي يوسف واش ضروري نحفظ هادو؟ غتحفظ لي غير هذا, تعقل عليه بانه هو اصغر واحد من هنا لهنا. هادو هما لي زاليمون اللي مهمين خاصنا نكابتيو, اما لو غاست ما عندنا ما نديرو به. سي كلير, حيت في لابارتي كامله ديال لي فاكتور اضافي غتعتمدوا على ليتود ديال هاد لي تخوا زاليمون كي سون تري امبورطونت. فوالا, maintenant on va traiter la partie اللي عندها علاقه بلا تيكستور دو سول او بيان قوام التربه. كيس كو سافي دير قوام التربه او بيان لا تيكستور دو سول؟ هي ليتود دو لا ريبارتيسيون غرانيلومتريك دو سول او بيان ليتود ديال لي زاليمون مينيرو بريزون ديال لو سول. يعني عطيتك مثلا واحد ليشونتيون ديال لو سول وقلت لك شنو هما لي زاليمون كي لي كاركتيريز, يعني شنو هما العناصر اللي كتميزو كت, يعني هي المهيمنه, هي اللي دومينونت. انت كتقول لي مثلا لا شتي في مثلا واحد البورسونتاج ديال لو سابل واحد البورسونتاج ديال لارجيل, كتقول لي غالبا غيكون ارجيلو سابلو بيان سابلو ارجيلو غالبا. لكن بد لي 3 ميكس تقدر تقول لي راه واحد لا كومبينيزون ما بين 3 زاليمون تقدر تقول لي. ولكن هادشي كيفاش غنعرفوا حنايا اون ايتيديون لواحد الحاجه اللي كتسمى لا تيكستور دو سول. يعني اون فوا تسمع تيكستور سا فو دير ليتود دو لا ريبارتيسيون غرانيلومتريك ديال لي زاليمون كاركتيريزون لو سول, يعني دراسه العناصر المميزه للتربه, العناصر او الحبيبات المميزه لهذيك التربه. كيفاش كنديروا هاد ليتود؟ كاينين 3 كيسيون اللي كيسيبلو لكم فهاد لا بارتي, وتبع معايا مزيان. كيعطيكم واحد بيتي طابلو, سواء يعطيه لك اون غرام سواء يعطيه لك اون بورسونتاج, داكوغ. وبيان بارفو كيعطيكم لانفيرس, يعني نتوما اللي غتخرجوا ليا هذاك البورسونتاج. غنديروا لي دو تكنيك وغنعلمكم واحد الميثود اللي غتكون سامبليفي باش يلاه تلقاو لا تيكستور غابيدمون. دونك نبداو بلا بروميير. اجي هنايا, ها هو لا تيكستور كوم فو فويي هنايا لا ريبريزونطاسيون ديال 3 بارتيكول, لو سابل, لارجيل و لو ليمون. الحاجه اللي كنحكر عليها هو هاد الفلاش. شوف معايا الفلاش هنايا, فلاش الحاجه هي لا بلوز امبورطون, يعني تبع معايا غير هادو باش تفهم مزيان. اش هما لي كيسيون اللي كيعطيوكم؟ كيعطيكم مثلا واحد بتي طابلو بحال هكا, شوف معايا, وغيجي هكا وغيعطيك مثلا بحال ها, وغيجي هكا وغيدير لك مثلا هنا يقول لك لو سابل, لارجيل, ليمون, يعني الطامي, طين, الرمل. داكوغ. وهنا غيعطيك مثلا لو سول ان, هنا واحد لو سول دو, وطلب منك لا تيكستور ديال لو سول ان باغ اكزومبل. غاتكتب لي لا تيكستور هنايا, يعني القوام غاتكتبوها لي هنا. تيكستور ماشي هي لا ستركتور, كاين فرق ما بين لا ستركتور ولا تيكستور, وهادشي غنشوفوه من بعد. سي كلار. وعطيتك دي بورسونتاج, سيبوزون عطيتك مثلا هنايا عطيتك 30%,
هنا يعطيتك مثلا 20%، هنا يعطيتك لو ريست هو 50%، هنا يعطيتك مثلا 70، نقدروا نديروا غير 60 كاع، نديروا هنايا 70، هنا 20، هنا 10. كتلاحظوا بان لا صوم ديال هاد لي بورسونتاج كومبيان سي 100%، يعني المجموع ديال لي بورسونتاج هو 100%. كيفاش غنديروا هاد لا ديتيرميناسيون ديال لا تيكستور دو سول؟ يلا تبع معايا مزيان، غناخذ هادي، ناخذ على كولوراسيون وشوف كيفاش غندير. نبدا بلا سول نيميرو 1. هاد لو سول قال لك فيه 30% ديال لو سابل، ها هو الانترفال ديال لو سابل، داكوغ، فيه من 10 حتى ل 100، هذا هو لو سابل. فين هي 30؟ هي هادي، كدور على هادي. شوف معايا، غنعطيكم واحد لا تكنيك بلو سامبل. واخا يقول لك البروف مادا نخدم بهاد لا ميثود الى اخره، انت قلب على الميثود اللي غتجيك سامبل، هي اللي خدم بها باش تعرف تخرج بوغ اكستخيغ هذاك لا ستركتور اللي الاستاذ وبيا لا تكستور اللي طالب منك الاستاذ، سي كلير. دونك هنا عندك 30%، كيفاش؟ هاي احنا لقينا 30%، ايه هاد 30% خاصك تكملها، خاصك توصلها ل 100%، يعني خاصك شحال باقي لها باش توصل ل 100%؟ خاصها 70%. دونك انت عندك غير 30، هزيت هاد 30 اللي عندي هنا اونكادريتها هنا. دونك هاد 30 شنو هي الكومبليمونتاريتي ديالها؟ هي 70. واش هاد 70 هادي ولا 70 هادي؟ يعني واش لو سابل كيتكومبليمونتا مع لارجيل، يعني كدير التتمة ديالو مع لارجيل مع الطين ولا مع الليمو؟ الناس ديال العربية عندك هنا الرمل، هنا الطين، وهنايا طمي. انت انا نعطيكم استيس تري سامبل، من يعطيك مثلا هنايا هانت ديتيرمينيتي لو سابل، ديما شوف الفليش فين غادا، هاد لو سابل عند من غادي؟ غادي عند لارجيل، دونك نتايا ربط ليا لو سابل مع لارجيل، دونك هاد 30% مع من غتلاقيها؟ غتلاقيها مع 70% ديال لارجيل، مع الطين، علاش؟ حيت لو سابل اللي بعدو كيجي لارجيل. غنجي هكا وغندير لكم بحالها، وغندير بحالها، ها لا بخوميييغ. نجي للثانية نفس القضية غنعاودها، عندي هنايا شحال 20% ديال لارجيل، فين هو لارجيل؟ لارجيل هو هذا، فين هي 20%؟ هي هادي، ها هو لارجيل، مع من خاصنا نكملو؟ شوف الفلاش، الفلاش هاهي الفلاش ديالو، مع من شكون اللي بعدو؟ هو ليمو، دونك شوف اللي بعدو، دونك 20% شحال خاصة باش توصل 100%؟ خاصة 80، دونك غنجي هنا وغنلاقيها مع هادي، هاهي الثانية، سير هكا، ها لا دوزيام. صافي بقات لينا لا ثوازيام، فين هي؟ هي 50% ديال ليمو، ها هو الليمو، فين هي 50%؟ هي هادي، سي كلير. شحال خاصها باش توصل 100%؟ خاصها 50% ديال من غنكملوها، واش مع لو سابل و بيان لارجيل؟ شوف الفلاش، الفلاش غادا عند هذا، دونك غنكملوها مع لو سابل، وغتجي هكا وغدير ليها بحال هكا، اي فواسي لي 3 بوان تلاقاو هنا. إن انترفال لي تلاقاو فيه تلاقاو في السي، غنجي هنا نقول لي لا تيكستور دو سول هي سي. نتوما في ليكزارسيس غير ديجا غيعطيكم السميات، غيعطيكم لو نون ديال كل تيكستور، دونك غتكتبها ديريكتومون. دونك هادي هي لا ميثود اللي كتجيني بلوز او موان سامبل، اللي بغى يدير شي ميثود اخرى سي تافو دو شوازيغ لا ميثود لا بلو سامبل بور فو، سي كلير. دابا انا جيت هاد الاولى، اجي معايا دابا للثانيه، نفس القضيه غنعاودها. عندي هنا شحال 20%، فين هي 20% عند لو سابل؟ هي هادي. زيد شحال خاصها باش تكمل 100%؟ خاصها 80%، يعني 80، ياك 80 مع من غنلاقيوها؟ مع لارجيل او بيان ليمو. ديما كنشوف الفليش فين غادا، ها هي الفليش غادا عند هادي، دونك il va se lier avec l'argile، ها هي الاولى حيت هادي هي اللي بعدها. زيد هنا عندي 70 ديال لارجيل، ها 70 ها لارجيل، وهذا مع شحال خاصها باش تكمل؟ شحال خاصها؟ خاصها 30 مع من؟ شوف الفليش فين غادا؟ عند ليمو. نجي هكا وندير بحال هكا على دوزيام، بقات لينا 10% ديالاش ديال الليمو، ها هو الليمو، ها هي 10%. شحال خاصها باش تكمل؟ مع من غنكملوها بعدا؟ خاصها 90%، 90 il va se complémenter avec le sable حيت الفلاش غادا عندها، دونك غنجي هكا وغندير بحال هكا، اي فوالا، ها هي البوان، تلاقات لينا هنا، تلاقات لينا في اي، وحنا خرجناها. Vous voyez, هادي c'est une méthode نقدر نعتبروها plus ou moins simple à retenir. Donc دابا سالينا مع هاد ليكزارسيس الاول. Parfois كيعطيكم واحد بتي طابلو بهذا الشكل. انا غنجي هكا وغندير لكم بحال هكا. شوفوا معايا دابا مزيان. غنجي غنقول لك مثلا عندك واحد لو سول 3 ولو سول 4. وغيعطيك مثلا هنايا 10 غرام، هنا غيعطيك
25 grammes وهنا غيعطيك مثلا 55 غرام هنا غيعطيك مثلا 30 غرام هنا غيعطيك مثلا 60 غرام هنا غيعطيك مثلا نديرو 90 غرام voyez donc انت ايش خاصك دير وفيت اتونسيون لهادي وبزيان نحيد هادي من كيعطيك هنا اون غرام قضيه ساهله خاصك تخدم بالماط اول حاجه كنديرها من كيعطيوني لي غرام انا خاصني بورسونتاج ما كنخدموش بلي غرام خاصني لي بورسونتاج اول حاجه كتاديسيوني هاد لا كونتيتي دو ماس ديال هاد لو سول اللي عندك وبيان ديال هاد لي بارتيكول اللي عندك اش كدير 10 زائد 25 35 زائد 55 هي شحال هي تقريبا وقال 90 90 غرام 50 60 70 80 90 هي هادي هادي شحال عندي 90 150 180 هاكاك هادي اول حاجه درتها ثاني حاجه دابا غنبدا عند لو صابل لو صابل لو صابل ديال لو سول 1 شحال كيساوي من البورسونتاج اش كدير نتايا كتقول بما ان لا سوم توتال كوريسبون ا كومبيان 90 غرام كوريسبون ا كومبيان في البورسونتاج هي 100% حيت هي لا سوم توتال دونك 10 غرام كوريسبون ا كومبيان ريغل دو 3 غادي 10 في 100 مقسومه على 90 شحال تعطينا ما عنديش كالكول دونك غتعطيك واحد لا فالور نجي عاود ثاني عند لارجيل لارجيل ديال لو سول 1 شحال كتساوي عندي هنايا عاوتاني 80 غرام كوريسبون ا 100% دونك 25 غرام كوريسبون ا كومبيان ريغل دو 3 وغتلقى البورسونتاج ديال هادي وهادي وهادي وفي الاخر غيساوي لك 100% حتى هادي هادي بالنسبه لو سول 2 بالنسبه لو صابل مثلا اش غتقول عاوتاني نفس القضيه عندي 180 غرام كوريسبون ا 100% دونك 30% ou bien 30 grammes correspond à combien? Règle de 3, 30 fois 100 مقسومه على 180 غادي يعطيك البورسونتاج ainsi de suite ainsi de suite. هذه هي الطريقه اللي تقدر ديرها باش تخرج لي بورسونتاج باش تخرج لي بورسونتاج انا كنعاودها راه سامبليفي راه بحال كتخدم داك الشيء ديال المات سي كلير دونك بقات لينا اخر حاجه واحد ليكزارسيس يقدروا يعطيه لكم هو مثلا يعطيك واحد البوان هنايا مثلا غنقول لك مثلا عندك واحد البوان هنا شوف معايا ها هو هذا مثلا تكستور يا خرج لي لي بورسونتاج انت غتخرج لي بورسونتاج صافي كيفاش غنخرجوا هاد لي بورسونتاج خدمت بلو فير غنخدم بالنواغ دابا شوف كيفاش غندير قلت لك انا خرج لي لو بورسونتاج ديال لو صابل والبورسونتاج ديال لارجيل والبورسونتاج ديال الليمون ديال الطمي وديال الطين وديال الرمل خرجهم لي بثلاثه كيفاش غتخرجوا قضيه ساهله مثلا عندي هنا نقطه هنا انت ديما دير في بالك بان لو صابل كيلصق مع لارجيل على حساب الفلاش على حساب الفلاش داكوغ دابا انا كنجي كنقول بلاتي دابا هذا واش ندير ليه بحال هكا واش ندير ليه بحال هكا واش ندير ليه بحال ها اول حاجه لو صابل مع الليمون ما يمكنش حيت الفلاش غادا عند لارجيل دونك ديما خاص لو سونس يبقى غاديه بحال هكا بهذا الشكل داكوغ عرفتي اش غدير دابا انت غتهز هذا يعني لا ريغل غديرها باراليل كتوازي هاد لو سونس وغتمشي بحال هكا وغدير ليها وجاتك هنايا مثلا هاي 60% شنو اش درت ما درت والو درت هذا غير باراليل وجريته عند هاد لو صاب باش يجي هو مقاد مع هذا ولكن بلاتي واحد البتيت غومارك شوف دابا هنا الفليش عندي غلط عرفتي علاش حيت خاصو يجي خاص هادي اللي غيكون هنايا نفسو يكون ماشي نفسو يكون كومبليمونتير ليه مثلا انا غنجي هكا وغندير ليه بحال هكا تقريبا غتجي ما بيناتهم غتجي هنا فوالا هذا راه باراليل هذا باراليل جاتني هنا شحال جاتني 55 وما كتجي تطل في الجهه الاخرى كتبان لك هنا 45 45 و55 هي 100% دونك هذه صحيحه الاولى ديما خدم على لو باراليل يعني خاص هذا يكون باراليل بارابور هذا صافي هادشي اللي كاين دابا نجيو للثانيه هي لارجيل لارجيل خاصو ضروري يكون ديما ليه مع الليمو على حساب الفلاش شوف الفلاش غادي عند هذا دونك كيفاش خاصني نخدم خاصني نخدم بهذا لو سونس ولكن خاصو يكون باراليل بارابور او صابل ديما كناخذو لوبوزي مثلا لو صابل خاصو يلصق ليا في لارجيل ولكن يكون باراليل بارابور او الليمو باراليل هذا يلصق مع هذا ولكن هذا يكون باراليل كنشوف غير الباراليليزم بارابور هذا صافي الوغ هنايا كنلاحظو لو صابل
دابا هنايا لارجيل خاصو يلصق مع الليمون ولكن خاصو يكون باراليل بارابور او صابل. كتجي بحال هكا كدور عليها هنا، جاتني تقريبا هنا تقريبا هنا. جات هنا حيت حنا في لارجيل، لارجيل تقريبا جات هنا نقولو 32 صافي ساليتي بلا ما تكمل. عرفتي علاش؟ غتجمع لا صوم ديال هادي مع هادي، شحال عطينا هنايا 87، دونك غتبقى ليا 13 بالنسبة ليم. وكاين لاش واصلا من غتجي تحسبها راه غتبان لك جاتك تقريبا هنايا، هاي تقريبا غتجيك 13، هاي هاي ليم 13 تقريبا. سي كلاغ، هادي أول حاجة خدم على لو باراليليزم. لا قال لك هو عطاك واحد البوان وقال لك ديتيرميني مثلا لو بورسونتاج ديال لو صابل ليمون لارجيل، يعني حدد ليا زعما البورسونتاج ديال الرمل والطين والليمون. هادي هي القضية اللي ساهلة، هادي هي اللي تقدر تخدم عليها، ماشي حاجة أخرى لا. سي كلاغ، ديرو الميثود ديالي إلا بغيتي تحدو لا تكستور دو سول. هادشي مكان، هذا سو كي كونسيغ لو بخومييغ لا بخومييغ باغتي. دوزو دابا لا دوزيام باغتي.